رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 8:10 صباح النور وجمعة مباركة للجميع. باش نشوفوا تلفزنا في رمضان، باش نرجع نحكيوا على انتقادات كبيرة من نهار الأول. يظهر لي الناس الكل بدأت تكتب، بدأت تعبر، حتى اللي وصل قدم شكايات. خلينا نشوفوا قناة الحوار التونسي. تلفزة رمضان، تلفزة رمضان على كابا فام. محمد صباح النور. صباح الخير حذامي. شنو أحوالك؟ الحمد لله، صباح الفل للناس اللي يسمعوا فينا الكل. نتمنى لكم نهار مزيان وإن شاء الله رمضان مبروك على الجميع. إن شاء الله رمضانك مبروك. لكن قبلها محمد، أنت شفتك من قبيلة وأنت عندك هكا رسالة تحب توصلها، احنا هوني باش توصل صوتك يا سيدي، تفضل. أكيد حذامي، ديما نحب نقول للشباب ديما يكبشوا في حلمتهم. صباح الخير للناس الكل، صباح النشاط والحيوية. اليوم نهار جديد باش نحققوا فيه أحلامنا وأهدافنا. ما تخليش رواحكم تغرقوا في الروتين وتمشي الأمور بشكل عادي، أما بداوا نهاركم بتفاؤل وإيجابية وحددوا أهدافكم اليومية. اخدموا باش تحققوها بكل جهد وعزيمة. تذكروا ديما أنه النجاح يجي للعباد اللي كبشوا في حلمتهم ويشدوا صحيح على تحقيق أهدافهم، والإصرار هو المفتاح للوصول للقمة. ما تخلوش الفشل يرهبكم ولا يكون عائق باش تكملوا حلمتكم، أما كملوا في التعلم والنمو وحسن رواحكم كل يوم. وتذكروا ديما إنه العمل الشاق هو الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح. خلينا نبدأ نهارنا بنشاط وحماس وتفائل، ويلا نحققوا أحلامنا ونبنيوا مستقبلنا بيدينا. حبوا بعضكم وتعاونوا تو تشوفوا الدنيا كيفاش تتحل في وجوهكم. صباح النشاط والإيجابية والتحدي. صباح الفل، صباح النور، صباح الياسمين. مرحبا بك ومرحبا بالجميع. شكرا لك على الرساله الايجابيه. احلام زميته ياسر عملت عليها جوا. نمشي لقناه الحوار التونسي. قبل الافطار نلقاو برنامج الطبخ اللي تعودنا به، تقدم فيه ميساء الفرشيشي مع الشيف وبنت رمضان، ثم الفقره الدينيه مع الشيخ مشفر، وبعد الاذان والابتهالات يكون الموعد مع الكاميرا الخفيه ومسلسل فلوج. فلوج عمل بوليميك كبير وكبير برشا، نرجعوا له شويه اخر. تتواصل برامج القناه في السهره، باش يكون الموعد نهار السبت والاربعاء، وفي مع برنامج فكره سامي الفهري بالهادي زعيم، باش نلقاو نهارين الحقائق الاربع الحمزه البلومي كل يوم احد. نهار الاثنين والخميس يكون الموعد مع امين قرا، ونهار الثلاثاء طبعا ما ينجمش يغيب على الحوار التونسي رفيق بوشناق في الرفماق. نهار الجمعه نلقاو الموعد مع انت والمجيره لضال السعدي، وبالطبيعه الاطفال زاده عندهم نصيب في البرامج الرمضانية قناة الحوار التونسي من خلال برنامج ملاكيدز كل نهار أحد. خلينا نرجع معاك محمد للقضية الاستعجالية لإيقاف بث مسلسل فلوج. أكيد حذيمي، هذه معنى أثار مواقع التواصل الاجتماعي، الناس كل برسك حكيت عليه، ولكن المحامين دونوا وكتبوا طبعا. نرجعوا لوين قرر المحاميين صابر بن عمار وحسن عز الدين دياب تقديم دعوة استعجالية أمام انظار المحكمة الاستعجالية بتونس نهار الجمعة للمطالبة بإيقاف بث مسلسل فلوجة على قناة الحوار التونسي. وتم اتخاذ القرار هذا حسب تدوينة المحامي على خلفية ما اعتبروه مساس بحقوق الطفل وترويج كذلك للتفسخ الأخلاقي والتعدي على المؤسستين التربية وكذلك الأمنية، كما زاد طالبوا المحامين بحل الهيكة يعني الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اللي يعتبروها عاجزة عن وقف التجاوزات والتعدي على حرمة الشهر الكريم. هذا طبعا حسب نص الشكاية اللي موجودة، حتى نجموا تتبعوها على الباج فيسبوك راديو كابا فام اللي انشرها المحامي على صفحته على الفيسبوك. بعد التدوينات هذه محمد، شنو تشوف من الأعمال الرمضانية؟ والله حذيمي أنا الحقيقة رعبت الكل، معناها تعدينا هكا شوي شوي نشوف شو فما في الأعمال. الحقيقة المواطنين معناها حسب ما شفت أنا في الشارع قلت مش راضي على المشاهد اللي شوف فيها، ما معنى إثارة المواضيع هذه توا والشكاية تقدمت رسمية، مش مجرد تدوينة قدمها سي صابر ولا الأستاذ حسن عز الدين دياب. هذه جات في إطار معناها شكوى رسمية. علاش توا؟ علاش ما قدموش شكاية بالأعمال قبل كما العمل المسلم الفهري؟ علاش في الوقت هذا بالذات؟ الحقيقة أنا فما حديث حتى في الكواليس يدور يقول لك هذه معناها توا وين الهيكة
فما يقول لك فما هذه استباقيه باش يحلوا حتى الهيكة، فما استباقيه باش يعمل مرسوم في الاعلام، اسكو هذه بالحق معناها يهدد معناها الجيل نتاعنا هذا الجديد المسلسل هذا في انحطاط اخلاقي. شو الحقيقه انا ما تبعتوش الحقيقه انا ما تبعتوش المسلسل البارح، ولكن حسب ما كتبوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاخص فيسبوك تلقى ضجة كبيرة الصباح، تلقى تدوينات غريبة من الناس الكليك وكأنها صيحة فزع، ما نعرفش ما شفتش المحتوى متاعه، ولكن فما مس قالوا بالمؤسسة التربوية والأمنية هذا اللي تبعته. وهذه نقطة حذيمي أخرى زد، احنا كشعب غني عليها، تو احنا عنا فهمتني ولا تحديات اقتصادية صعبة، وعنا فهمتني ولا سياسة وضع فهمتني ولا متأزم، ولا خلينا نقولوا احنا ساخن شوية مش عارفين وين نمشيو. هذه نظنها انا معناها قضية لإلهاء الشعب على قضايا الحقيقية. عندنا فما قضايا متاع التنمية، عندنا قضايا فهمتني ولا اقتصادية، عندنا قضايا اجتماعية لازم نحققوها. نظن هذه خذيت الصدى متاعها أكثر من لازم. وموضوع الإعلام لازم صحيح إصلاح، لكن حرية الإعلام الإعلام ماهوش على حدا على أي قطاع من القطاعات اللي لازمها إصلاح، هذا لازم ولا بد لابد منه، ولكن كما قاعدين نشوفوا إصلاح المؤسسات التربوية والأمنية وغيرها، ولكن ديما نسمع كلمة إعلام العار، لازم تطهير الإعلام. خلينا مش واحد يكر على 20، خلينا نقول خلينا نقولوا احنا معناها تو احنا في ظل الحرية، مش بشترى كل شيء معناها تحبه أنت. الحرية هي سلاح ذو حدين، باش تلقى فيها حاجة تعجبك وحاجة ما تعجبكش. أنا ضد السنسرة، ضد أنه التحكم في الإعلام مهما كان نوعه، لكن ترى أنه فهمتني ولا مسلسل كيف هذا باش يوخر الوقت متاعه، يشوفوا صيغة أخرى. شنو واش يعاودوا يسجلوه ويصوروه صيغة ولا أخرى يقعدوا في طاولة، يقعدوا كذا، ينظموا قطاع الإعلام. أنت مع يقعدوا على طاولة الحوار، محمد يحبهم يقعدوا على طاولة الحوار. الحوار ديما هو الحل، باش يشاركوا نقابة الصحفيين ويشاركوا كافة المؤسسات الإعلامية ويشوفوا حل ينظموا فيه الإعلام في تونس، لأنه بالحق معناها الإعلام قاعد مشكلة، لأنه الإعلام عنده دور كبير باش أنه يرتقي بالشعوب. تشوف أنت في تركيا المدة الأخيرة كيفاش معناها وقت الزلزال 300 منصة إعلامية كلها تلموا باش أنه يعاونوا الشعب متاعهم، معناها الإعلام عنده دور باش يعاون، هذا هو. فلذلك معناها انا نتمنى انه معناها الاولياء هو دورهم باش يواجهوا صغارهم، فهموا مسلسلات مش هذا رأي، هذا مجرد راي. اي نحبوا حاجات عائليه، نحبوا حاجات فهمتني ولا تليق بالقيم نتاع رمضان. رمضان هو شهر فذيل، هو شهر العبادة، على غير الجبل الأحمر اللي شفنا الحقيقة برشا ناس تشكر فيه، من بينهم أحلام زميتها تشكر في الجبل الأحمر قالت تفرجوا في هذه تلفزتنا في رمضان. تلفزة رمضان، تلفزة رمضان على كابا فام. شوي آخر نمشي ونشوفوا حال جليتنا اللي في الخارج، نسألهم شنو عملوا في أول نهاير في رمضان، كيفاش قاعدين يعديوا في رمضان في الخارج، نتمنوا زادة عليهم. لكن قبلها طلع عليكم أماني تعالى في موجز الأخبار على كابا فام تحلى ريح.